بسم الله الرحمن الرحيم. سيكشن رقم 7 الخاص بمادة ماثماتيكس 2، واللي بيتكلم عن تطبيقات التكامل المحدد. وهنبتدي بأول تطبيق وهو الاريا بتوين كيرفز، أو المساحة بين المنحنيات. في البداية هنتكلم عن مقدمة بسيطة عن أنواع المسائل اللي موجودة عندك، أو بمعنى آخر أنواع المساحات المنحصرة بين الكيرفز. هنبتدي بأول نوع، وهو لما يكون عندي الكيرف الأولاني y1 بتساوي f1 of x، والكيرف التاني y2 بتساوي f2 of x، ورسمت رسم كروكي لأي منحنيين بالشكل ده، طلع لي مساحة منحصرة بين المنحنيين بالشكل اللي قدامنا ده. والمساحة دي بدايتها من x بتساوي a ل x بتساوي b. فأنا عشان أجيب المساحة المنحصرة دي، فبقسم المساحة دي لشرايح صغيرة. أصغر شريحة كل ما تكون صغيرة جدا كل ما كان الدقة في الحساب أعلى بكتير. فهنفترض عشان أنت تشوفها بس كده، الشريحة بتاعتي دي إكس أهي. فأنت لو لاحظت إن الشريحة عبارة عن مستطيل، المستطيل ده عشان تجيب مساحته كنت بتقول الطول في العرض. طيب الطول ده أجيبه إزاي؟ أجيب النقطة دي ناقص النقطة دي هيديني ده. طيب النقطة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن نقطة موجودة عن المنحنى الأولاني. طيب النقطة دي عبارة عن نقطة موجودة عن المنحنى التاني. فما بقول النقطة دي معناها الطول ده كله، ناقص النقطة دي معناها الطول ده بس. فالطول الكبير ناقص الطول الصغير هيديني الشريحة السمراء اللي موجودة في المساحة المطلوب حساب مساحتها عندي. طيب كده أنا جبت الطول. أجيب العرض إزاي؟ عرض الشريحة هو الدي إكس بالنسبة لي. فلما أقول إف اتنين أوف إكس ناقص إف واحد أوف إكس، جبت كده جبت إيه؟ الطول بتاع الشريحة، تضربه في العرض بتاعها دي إكس، جبت مساحة الشريحة. اعمل تكامل بالنسبة لي من إكس بتساوي إيه لإكس بتساوي بي، يعني من نقطة البداية لنقطة النهاية، هيديني إيه؟ المساحة بتاعة الشكل كله، أو المساحة المنحصرة بين الإيه؟ المنحنيين. طبعا احنا عارفين ليه احنا خدنا التكامل كده بالشكل ده، لان التكامل المعنى بتاعته، التكامل المعنى الدارج بتاعه هو التجميع. ان انا لما اجمع الشريحة دي جنب الشريحة دي جنب الشريحة دي جنب الشريحة دي من اول نقطة لاخر نقطة، اكن جبت ايه؟ مجموع مساحات الشرايح دي كلها، فجبت مساحة الشكل كله، او المساحة المنحصرة بين المنحنيين. طيب النوع الثاني هو بس المشكلة أو الفرق بين عندك، إن يكون الدالة الأولانية أو المنحنى الأولاني x1 بتساوي f1 of y، والدالة التانية x2 بتساوي دالة في ال y f2 of y. فالمساحة بتاعتي بدل ما أخد الشريحة بتاعتي دي x هاخدها دي y، ونقطة البداية y بتساوي ال a، ونقطة النهاية y بتساوي ال b. فأصبح عندي عشان أجيب مساحة الشريحة دي بجيب الطول في العرض. طيب الطول عبارة عن إيه؟ عبارة عن النقطة دي ناقص النقطة دي. النقطة دي عبارة عن نقطة على المنحنى الأولاني اللي هو x2 بتساوي f2 of y اللي هو الطول الكبير. طيب النقطة دي عبارة عن نقطة موجودة على المنحنى الأولاني اللي هو x1 بيساوي f1 of y، وده عبارة عن الطول ده. فالطول الكبير ناقص الطول الصغير هيديني مين؟ الشريحة، أو طول الشريحة السمراء اللي قدامنا اللي هي دي y. طيب العرض بتاعها هو دي واي، فلما اضرب النقطة دي اللي هو اف اتنين اوف واي ناقص الاف واحد اوف واي مضروبة بدي واي هيديني مين؟ مساحة الشريحة. اعمل تكامل من اول نقطة لاخر نقطة يديني المساحة بتاعة الشكل كله عندي موجود. لازم تلاحظ وتحط في دماغك، انا بختار الشريحة بناء على ايه؟ حط في دماغك كلمة هتفتكرها دايما في المسائل معاك، عشان اتعامل مع المساحة بتاعتي بستخدم مدخل واحد، بشوف في المساحة بتاعتي أدخل للمساحة دي مدخل واحد ومخرج واحد. افتكر الكلام ده كويس عشان هنشوفه في المسائل دلوقتي. مدخل واحد ومخرج واحد، ده اللي بيخليك هل هتاخد الشكل كله أو المساحة كلها على بعضها، ولا هتقسمها لمساحتين ولا حاجة. فافتكر الكلام ده وهنطبقه في المسائل عندنا. طيب خطوات الحل بالنسبة لي عبارة عن إيه؟ إن أنا أرسم الكيرفز، أرسم كل دالة لوحدها بيدهاني اللي هي الكيرفات اللي بيديهاني في المسائل. تاني حاجة بوضح المساحة المحصورة بين الكيرفات دي. في تالت حاجة بطبق القانون بناء على الشريحة اللي انت بتختارها. طيب انا بختار
حسب سهولة المسألة بالنسبة لي أختار شريحة دي إكس ودي واي. ففي بعض المسائل ممكن تستخدم فيها دي إكس أو دي واي، وبعض المسائل أنت بتستسهل الأمر، بدل ما تقسمها لمساحتين بتختار المساحة اللي هتبسط لك المساحة إن هي تاخدها ككتلة واحدة. هنشوف الكلام ده إن شاء الله في المسائل. نيجي نطبق الكلام اللي احنا قلناه على exercise 2.8.3 find the area of the region enclosed by the following curves، يعني هات أو احسب المساحة المغلقة للمنطقة المغلقة بالكيرفات الآتية. رقم واحد y بتساوي جذر x، y بتساوي x ناقص 2، y بتساوي 0. هنبتدي أول خطوة عندنا إن احنا نرسم المنحنيات دي، ونشوف تاني خطوة إن احنا نحدد المساحة المغلقة بين الكيرفات دي، وتالت خطوة إن شاء الله نطبق القانون حسب اختيارنا للشريحة اللي موجودة عندنا. فأول حاجة y بتساوي جذر x، عشان أرسمها بحط المحاور بتاعتي x و y. y بتساوي x بالشكل اللي قدامنا ده، y بتساوي x ناقص 2 عبارة عن خط مستقيم لا يمر بنقطة الأصل، علشان الجزء المقطوع من ال y بيساوي سالب 2. بعد كده المساحة المغلقة بين الكيرفين، لأن y بتساوي صفر هي المنحنى بتاعي بتاع الإكس، فهلاقي إن المساحة المنحصرة بين الكيرف الأولاني والخط المستقيم ومحور الإكس هيديني الشكل ده اللي قدامنا ده. طيب علشان أجيب منطقة المساحة دي أو حدود المساحة دي بتبتدي منين وتنتهي منين، لازم أجيب نقط التقاطع بين الكيرفات دي. طب هجيب نقط التقاطع إزاي؟ إن أنا هسويهم ببعض. هقول والله من هنا y بتساوي جذر x هيديني الاكس بتساوي y تربيع، يبقى هقول y تربيع معايا اهي، ومن هنا هقول ان الاكس بتساوي y زائد الاتنين، فهنا x بتساوي y تربيع وهنا x بتساوي y زائد الاتنين، سويهم ببعض يبقى y تربيع بتساوي y زائد الاتنين، هيديني معادلة تربيعية y تربيع ناقص ال y ناقص الاتنين بتساوي صفر. حل المعادلة دي هيديك y ناقص الاتنين، والقوس التاني y زائد الواحد بيساوي صفر، فهيديني y بتساوي 2 و y بتساوي سالب 1. y بتساوي سالب 1 دي ريجكتد ليه؟ لأن في الجزء السالب وأنا المساحة بتاعتي المنحصرة عندي موجودة كلها في الجزء الموجب، فأصبح عندي النقطة الوحيدة هي y بتساوي 2، فعوض وجيب الإحداث التاني اللي هي x بتساوي 4، فهطبق النقط بتاعتي هنا، فهيديني النقط التقاطع فعلا x بتساوي 4 والواي بتاعتها واي بتساوي 2، والنقطة دي لما تعوض بيها عن الواي بتساوي صفر في المعادلة دي هيديك الاتنين، وطبعا الجزء المقطوع من محور الوايات اهو هيديني سالب 2 تحت عنديهم. طيب هختار الشريحة بناء على ايه؟ افتكر الكلمة اللي انا قلتها لك، الجملة اللي هتبقى متعلقة في ذهنك طول الايه طول المسائل او طول النوع ده من المسائل، إن مدخل واحد ومخرج واحد للمساحة هو ده اللي بيحدد لك هل أنت هتقسم المساحة ولا لأ. طب تعال نشوف، لو أنا هدخل المساحة من هنا، أنا دايما بدخل من تحت لفوق، بس لما باجي أحسب طول الشريحة بتبقى من فوق لتحت أو من اليمين للشمال. طيب هنا عشان أدخل المساحة كده هتلاقي نفسك بتدخل من المدخل ده اللي هو محور الإكسات، وبتدخل من هنا في الحتة دي عن طريق الخط المستقيم ده، فبالنسبة لك عشان تدخل المساحة دي أو المنطقة دي لازم تقسمها لحاجتين أو مساحتين، وتحسب دي لوحدها ودي لوحدها. طيب ده لو هاخد الشريحة بتاعتي دي إكس، طب لو هاخدها وهدخل كده وهحسب الشريحة بتاعتي دي واي، هتبص هتلاقي نفسك بتدخل من المنحنى البنفسجي ده اللي هو واي بتساوي جذر إكس، وتخرج من المنحنى اللي هو الخط المستقيم واي بتساوي إكس ناقص الاتنين. يبقى فعلا دخلت من مدخل واحد وخرجت من مخرج واحد، فبالنسبة لك الأسهل إن أنت تاخد الشريحة بتاعتك دي واي عشان تاخدها ككتلة واحدة. تمام كده؟ تمام. أنت لو خدتها وقسمت المساحة لمساحتين واشتغلت دي على دي لوحدها ودي لوحدها، تمام مفيش أي مشكلة وهتحسبها إن شاء الله وهتطلع صح. طيب بناء على الشريحة اللي أنا حددتها اللي هي دي واي هعمل إيه؟ أطبق القانون بتاعي اللي هو بيقول لي تكامل من نقطة البداية، لأن أنا خدت الشريحة دي واي، يبقى كل بقى معايا اللي في المعادلة كلها أو في القانون كله لازم يكون دالة في الواي، بمعنى إن حدود التكامل تكون من واي بتساوي كذا اللي هي واي بتساوي صفر لحد واي بتساوي 2 اللي هي واي بتساوي A لحد واي بتساوي B عندي في القانون،
F2 اوف واي ناقص الاف 1 اوف واي دي واي الشريحة بتاعتي. فاجي ايه اعوض بالكلام ده، الاقي ان المساحة بتاعتي بتبتدي من واي بتساوي صفر وتنتهي بواي بتساوي 2. طيب F2 اوف واي انا عشان احسب طول الشريحة لازم اقول يمين ناقص الشمال. طيب لما باخد الدي اكس هقول فوق ناقص اللي تحت. طيب هنا النقطة دي بكام اللي هي المنحنى، انا عاوزها دالة في الواي، هتبقى واي زائد الاتنين، ادي واي زائد الاتنين لان انا عاوزها دالة في الواي. طيب النقطة دي اللي هي الاف واحد اوف واي هقول انا عاوز دالة في الواي، يبقى اكس بتساوي واي تربيع، يبقى ناقص الواي تربيع، وادي دي واي اللي هي ايه الشريحة بتاعت اللي انا اخترتها. فاصبح عندك بقى التكامل سهل، ان انا هكامل الاولانية بايه باتنين واي اللي هي الاتنين دي تبقى 2 واي، بعد كده الواي بتساوي نص واي تربيع، ودي هتبقى بتلت واي تكعيب. وحدود التكامل بتاعي زي ما خدنا السكشن اللي فات، ان انا بعوض بواي بتساوي 2 الاول ناقص واي بتساوي 1 عندي، فعوضت وطلع التكامل بالنسبة لك 10 على 3، دي المساحة اللي موجودة عندك. نيجي لمثال رقم 3، واي بتساوي 2 ناقص الاكس تربيع، واي بتساوي سالب الاكس. هنمشي على نفس الخطوات الثلاثة اللي فاتوا، وهو أول خطوة إن أنا أرسم الكيرفات اللي عندي. هنبتدي بأول كيرف سهل، وهو واي بتساوي سالب الإكس، عبارة عن خط مستقيم يمر بنقطة الأصل لأن مفيش قيمة ثابت جنبها، والميل بتاعه سالب لأن إيه سالب إيه الميل بتساوي سالب واحد. فلما تيجي ترسمها هتلاقيها عبارة عن خط مستقيم بالشكل ده، والواي بتساوي 2 ناقص الإكس تربيع عبارة عن دالة تربيعية معمول لها ريفليكت، يعني وشها لفوق اتقلبت بقت وشها لتحت. طيب معمول لها شيفت بقيمة 2، بمعنى ان اتعمل لها ازاحة بقيمة 2 فوق عن، فبالشكل ده. فهيديني المساحة المنحصرة بين الكيرفين عبارة عن الشكل ده. عشان اجيب بداية الكيرف بتاعتي او الكيرفات بتاعتي او نقطة التقاطع اللي موجودة بين الكيرفات دي، عشان اجيب بداية المساحة ونهايتها، فهساوي المنحنيين ببعض اللي هو 2 ناقص الاكس تربيع بتساوي سالب الاكس، هيديني معادلة تربيعية اكس تربيع ناقص الاكس ناقص الاتنين. حل المعادلة دي هيديك كوسين اكس ناقص الاتنين واكس زائد الواحد، هيديني اكس بتساوي سالب واحد واكس بتساوي اتنين، فهيديني الشكل ده، اكس بتساوي سالب واحد اللي هي نقطة التقاطع الأولانية، واكس بتساوي الاتنين نقطة التقاطع التانية، وده قيمة الشيفت اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية اللي هو قيمة الاتنين اللي هو ده. طيب اختار الشريحة بناء على ايه؟ اتفقنا مدخل واحد ومخرج واحد، فعشان تدخل المساحة دي الافضل ليك ان انت تدخل لها ايه كدي اكس، يعني من تحت لفوق بالشكل ده، عشان تعرف تدخل من الخط المستقيم مدخل واحد وتخرج من الايه المنحنى بتاعتي اللي هو مخرج واحد اللي هو الشريحة بتاعتي دي اكس. فاكتب القانون بناء عليها ان ايه بتساوي تكامل من اكس بتساوي ايه لاكس بتساوي بي، f2 of x ناقص f1 of x dx. المساحة بتاعتي بتبتدي منين كx؟ من x بتساوي سالب 1 لx بتساوي 2، فيديني التكامل من x بتساوي سالب 1 لx بتساوي 2. طيب عشان اجيب طول الشريحة النقطة اللي فوق ناقص النقطة اللي تحت. طيب النقطة اللي فوق عبارة عن المنحنى ده كدالة في الx اللي هو 2 ناقص x تربيع، ناقص النقطة اللي تحت ك دي نقطة عبارة عن موجودة على الخط المستقيم بتاعي اللي هو y بتساوي x. لاحظ ان انا بقول لك هنا ناقص، مع ناقص x هيديك زائد عندي زائد x بالنسبة لي، تمام. فهكامل عادي تكامل الاولانية ب2 x، تكامل التانية بسالب تلت x تكعيب، تكامل التالتة بنص x تربيع، وحدود التكامل من x بتساوي سالب واحد لx بتساوي 2، فعوض بدي الاول ناقص بعد كده دي عندي، فهيديني بالشكل ده لما اعوض عن الاكس بتساوي 2، وده لما اعوض عن الاكس بتساوي سالب 1، في الاخر هيديني المساحة بتساوي 9 على 2. نيجي لمثال رقم 5، واي بتساوي ساين اكس، وواي بتساوي ساين 2 اكس، والاكس اكبر منها ويساوي الصفر واقل منها ويساوي الباي. فهبتدي باول خطوة ان انا ارسم المنحنيات بتاعتي. اول منحنى واي بتساوي ساين اكس هيبقى عبارة عن ساين ويف، وانا رسمته بالرسم ده ليه؟ لانه قال لي في راس المساله ان الاكس من صفر الباي، يعني من اول نقطه صفر لحد الباي عندي. تاني منحنى الواي بتساوي ساين 2 اكس عباره عن ساين ويف، بس الزاويه بتاعتها مختلفه، فيديني الشكل ده من صفر برضو لباي.
فهتلاقي إن المساحة المنحصرة بين المنحنيين هتلاقي عبارة عن مساحتين، المساحة دي والمساحة دي. علشان أجيب نقطة تقاطع بين المنحنيين بساويهم ببعض، بساوي الساين إكس بساين 2 إكس بالشكل ده، هلاقي إن النقط اللي بتحقق المعادلة دي هو عدد لا نهائي من النقط، بس أنا هستخدم النقط أو هكتب النقط اللي موجودة في الفترة بتاعت اللي هو الدهاني من صفر لحد الباي، فهلاقي إن الصفر بيحقق نقطة تقاطع، والباي على التلاتة والباي اللي هي النقطة صفر وباي على التلاتة والباي، يبقى بالشكل ده، يبقى دي صفر وباي على التلاتة وباي، وقيمة الواحد دي معروفة ليه؟ لأن أعلى قيمة للساين عندي هي قيمة الواحد عندي، وأقل قيمة ليها هي السالب واحد عندي. طيب هختار الشريحة بناء على إيه؟ أظن هنقسمها لمساحتين زي ما هما متقسمين كده، وأختار الشريحة بتاعتي دي إكس بالشكل ده، فيها هحسب المساحة بتاعت ده لوحده وده لوحده، وبعد كده أجمعهم كـ absolute value. فأول مساحة اللي هي إيه واحد، تكامل من الإكس بتساوي الإيه، الإكس بتساوي البي، إف اتنين أوف إكس ناقص الإف واحد أوف إكس دي إكس. فهلاقي إن حدود التكامل بتاعت الأول مساحة إكس بتساوي صفر، هتبتدي من عند الصفر وتنتهي عند الباي على التلاتة، يبقى إكس بتساوي صفر إكس بتساوي باي على التلاتة. طيب عشان أجيب طول الشريحة بتاعتي، النقطة اللي فوق ناقص النقطة اللي تحت، اللي فوق المنحنى بتاعي اللي هو ساين 2 إكس أهي، ناقص النقطة اللي تحت اللي هو ساين إكس عندي دي إكس. فهكملها إزاي تكامل دي؟ أظن الموضوع سهل بقى، بقى سالب نص كوساين 2 إكس، وتكامل سالب ساين ب بكوساين إكس، وحدود التكامل من إكس بتساوي صفر لإكس بتساوي باي على التلاتة. اعمل عملية التعويض هيطلع لك المساحة في الآخر بربع. طيب المساحة التانية ايه اتنين، هناخد برضو حدود التكامل هنلاقيها برضو، طالما الشريحة دي اكس هنقول اكس بتساوي ايه، الاكس بتساوي البي، اف اتنين اوف اكس ناقص الاف واحد اوف اكس دي اكس. فحدود التكامل بتاعتي من باي على التلاتة للباي، فمن اكس بتساوي باي على التلاتة لاكس بتساوي الباي. طيب النقطة اللي فوق عشان اجيب طولة الشريحة بتاعتي، النقطة اللي فوق ناقص النقطة اللي تحت، طب النقطة اللي فوق هي ساين إكس، والنقطة اللي تحت هتبقى ساين 2 إكس عندي، طبعا سالب سالب ساين 2 إكس دي إكس. فأكامل الأولانية اللي هي بساين، تكامل الساين إكس بسالب كوساين إكس، وتكامل سالب ساين 2 إكس بنص كوساين 2 إكس، وحدود التكامل من إكس بتساوي باي على التلاتة لإكس بتساوي الباي. فهعوض التعويضة بتاعتي إن أنا أعوض بالباي الأول، بعد كده سالب ومعوض بالباي على التلاتة، هيديني 9/4 في النهاية. فعشان اجيب المساحة الكلية هقول a بتساوي absolute value بتاع a واحد absolute value بتاع a اتنين، واجمعهم على بعض هيديني ربع زائد 9/4 هيديك 5/2. دي المساحة الكلية بتاعت المساحة المنحصرة اللي موجودة بين الكيرفين عندي في المسألة. نيجي لمثال رقم 7، y بتساوي cosine minus 1 لل x، و x بتساوي سالب 1 و y بتساوي الصفر. فأول خطوة بالنسبة لي إن أنا أرسم المنحنيات y بتساوي كوساين ماينس 1 للإكس، لما تيجي ترسمها هتلاقيها بالشكل ده، و x بتساوي سالب 1 عبارة عن خط مستقيم بيوازي محور الوياض عند x بتساوي سالب 1، و y بتساوي 0 طبعا هي محور الإكسات عندي. فهتلاقي إن المساحة المنحصرة عندي بالشكل ده، فعلشان أجيب نقطة التقاطع دي عرفت خلاص إن هي x بتساوي سالب 1، فعاوز أجيب نقطة التقاطع دي عندي علشان أشوف الشريحة اللي أنا هستخدمها، أو نقطة التقاطع دي عندي لو كنت هستخدم الشريحة بتاعتي دي. فهجيب إزاي نقطة التقاطع؟ إن أنا أعوض بالـ x بتساوي سالب 1 في الدالة دي y بتساوي كوساين ماينس 1 x اللي هو بالشكل ده، هيديني الـ y بتساوي باي، فأصبح عندي نقطة التقاطع اللي هي هنا y بتساوي الباي، وطبعا دي من رسمة الدالة بتاعت الكوساين ماينس 1 x اللي هي دي قيمتها بواحد. طيب استخدم اي شريحه؟ انا شايف ان اي شريحه بالنسبه لك ممكن تشتغل عادي معاك، بس انا هستخدم الشريحه اللي هتخلي لي عمليه التكامل او الداله اللي عاوز اكملها تبقى سهله، بمعنى ان انا اكامل كوزاين ماينس 1 للاكس اسهل، ولا اكامل كوزاين واي اللي هي دي داله في الواي؟ لا، كوزاين واي اسهل في التكامل، فعاوز داله في الواي، فاستخدم ايه؟ شريحه دي واي عشان يطلع لي داله في الواي عندي. يبقى هستخدم الشريحه بتاعتي دي واي، يبقى القانون بتاعي تكامل من y بتساوي الـ a لـ y بتساوي الـ b، f2 of y ناقص الـ f1 of y dy. حدود التكامل طالما هستخدم شريحة dy يبقى لازم أجيب حدود تكامل y من y بتساوي كذا لـ y بتساوي كذا، اللي هي y بتساوي صفر
لواي بتساوي باي. محدود التكامل بتاعتي من واي بتساوي صفر لواي بتساوي الباي. إيه طول الشريحة بتاعتي؟ النقطة اللي على اليمين ناقص النقطة اللي على الشمال. النقطة دي عبارة عن المنحنى كوزين واي. ليه؟ لأن أنا عايزها دالة في الواي، يبقى دي كوزين واي. والنقطة دي عبارة عن إيه؟ سالب إكس بتساوي سالب واحد. تمام كده؟ يبقى دي واي. التكامل بالنسبة لي عندي، فتكامل كوزين واي بساين واي، تكامل الواحد بواي، وحدود التكامل من واي بتساوي صفر لواي بتساوي الباي، عوض هيطلع لك في الآخر المساحة بتساوي باي. فممكن أنت في البيت تعمل تيست لنفسك، إن أنت تاخد الشريحة بتاعتك دي إكس وتطلع المساحة بتاعتك بتساوي باي في الآخر، فممكن تعتبرها اختبار ليك في إيه في البيت عندك. نيجي لمثال رقم 9، واي بتساوي إكس تربيع ناقص 6 إكس وواي بتساوي صفر. أول خطوة بالنسبة لي إن أنا أرسم المنحنيات، وهبتدي بأول منحنى اللي هو إكس تربيع ناقص 6 إكس، هعيد صياغته علشان أقدر إيه أرسمه بشكل مبسط، إن أنا هعمل له إكمال مربع اللي هي إكس تربيع ناقص 6 إكس، عشان أعمل له إكمال مربع يطلع بالشكل ده، إكس ناقص 3 لكل تربيع ناقص 9. وطبعا إحنا خدنا نعمل إكمال مربع في السكاشن السابقة إزاي. فهي دي عبارة عن دالة تربيعية معمول لها قيمة شيفت على قيمة شيفت على قيمة الإكس وشيفت على قيمة الواي. طبعا الشيفت على قيمة الإكس لو كان بالسالب بيتقلب بالموجب، ولو كان بالموجب بيتقلب بالسالب، والشيفت على قيمة الواي بيتاخد بنفس إشارته. فالنقط بتاعتي عبارة عن 3 اللي هي قيمة الشيفت بتاعي، وقيمة الشيفت على الواي هي -9، والستة دي جت منين؟ لما تعوض بقيمة صفر اللي هي الواي بتساوي صفر في المعادلة عندي هيديني قيمة 6. فالشكل بتاعي زي اللي قدامنا ده. طيب واي بتساوي صفر هي عبارة عن محور الإكسات بتاعتي، فالمساحة المنحصرة بالشكل ده هتلاقي إن أسهل شريحة بالنسبة لك هي الدي إكس. هتلاقي مدخل واحد فعلا اللي هي المنحنى، ومخرج واحد اللي هو الخط المستقيم بتاع محور إكس. فبالنسبة لي القانون بتاعي عبارة عن تكامل من إكس بتساوي الإيه لإكس بتساوي البي، اف 2 اوف اكس ناقص اف 1 اوف اكس دي اكس. طيب حدود المنطقة بتاعت اللي انا عاوز اجيب المساحة بتاعتها من اكس بتساوي صفر لاكس بتساوي الستة، فتكامل من اكس بتساوي صفر لاكس بتساوي الستة. طيب طول الشريحة النقطة اللي فوق ناقص النقطة اللي تحت. طب النقطة اللي فوق معدتها ايه؟ معدة الخط المستقيم بتاع الاكس اللي هو واي بتساوي صفر، يبقى اعطاني صفر. ناقص النقطة اللي تحت عبارة عن منحنى مين؟ اللي هو ده اللي هو الصورة بتاعته عبارة عن دي اللي هي ناقص الإكس تربيع ناقص ناقص يديني زائد 6 إكس. فهتكامل عادي هيديك سالب تلت إكس تكعيب وزائد 3 إكس تربيع عندي، وحدود التكامل من إكس بتساوي صفر لإكس بتساوي 6، وعوض هيطلع لك المساحة في النهاية ب36. نيجي لمثال رقم 11، واي بتساوي ساين إكس واي بتساوي كوساين إكس. وبرضه هتلاحظ ان المعادلات او المنحنيات اللي هي ما بتنتهيش بيديك ايه؟ مساحة انت بتشتغل عليها، حدود اللي هي اكس اكبر من او يساوي سالب باي على 4 واقل من او يساوي باي على 4. فلما اجي ارسم الساين والكوزاين طبعا معروفين، ادي الساين وخدتها من سالب باي على 4 لباي على 4، بس هنشوفها دلوقتي، هنشوف التقاطع بتاعنا. ودي الايه؟ الواي بتساوي كوزاين اكس، ودي ايه؟ من سالب باي على 4 لباي على 4 عندي. دي المساحة المنحصرة اللي بينهم اللي هي بالشكل ده. فبالنسبة لي برضو الأسهل إن أنا أخد ايه؟ الشريحة بتاعتي دي إكس عندي. فالقانون بتاعي عبارة عن تكامل من إكس بتساوي الإيه لإكس بتساوي البي، إف 2 أوف إكس ناقص الإف 1 أوف إكس دي إكس. المساحة بتاعتي بتبتدي من باي من سالب باي على 4 وبتنتهي من باي على 4. فالتكامل بتاعي عبارة عن من إكس ل بتساوي سالب باي على 4 لإكس بتساوي باي على 4. طول الشريحة النقطة اللي فوق ناقص النقطة اللي تحت. النقطة اللي فوق اللي هي كوساين إكس لأن أنا عاوزها دالة في الإكس، ناقص النقطة اللي تحت اللي هي ساين إكس لأن أنا برضو عاوزها دالة في الإكس. فتكامل الكوساين بساين وتكامل السالب ساين بكوساين، وحدود التكامل من إكس بتساوي سالب 4 لإكس بتساوي باي على 4. تعوض مرة بباي على 4 ومرة بسالب باي على 4 يطلع لي في الآخر المساحة بتساوي جذر 2. نيجي لآخر مثال، 2 واي تربيع بتساوي إكس زائد 4 واي تربيع بتساوي الإكس. أول خطوة بالنسبة لي إن أنا أرسم المنحنيات، فهبتدي بأسهل منحنى بالنسبة لي اللي هو واي تربيع بتساوي الإكس، عبارة عن دالة تربيعية بس
حوالين محور الإكس المرة دي. ليه؟ لأن التربيع على الواي، فهتلاقي إن المحاناة بالشكل ده نفس الدالة التربيعية بس حوالين محور الإكس. اللي زيها اللي هو المنحنى التاني بس هو الإكس بتساوي 2 واي تربيع ناقص الأربعة، فهتلاقيها متشفتة بقيمة سالب 4 على محور الإكسات عندي. وطبعا الاتنين دي بتفرق في ايه، في الويتس بتاع الايه الدالة التربيعية بتاعتي. فعشان اجيب نقط التقاطع اللي موجودة عندي هسويهم ببعض، اقول ان واي تربيع بتساوي 2 واي تربيع ناقص الاكس او ناقص الاربعة، فهيديني معادلة تربيعية واي تربيع بتساوي الاربعة. فمنها الواي هتساوي موجب او سالب الاتنين اللي هي النقطة دي، واي بتساوي سالب اتنين، واي بتساوي الاتنين عند طبعا الاكس بتساوي الاربعة اللي هي اسقاط النقطة دي على محور الاكس، فهيطلع لي بالشكل ده. طبعا سالب اربعة دي جت منين؟ ان انا اعوض بقيمة الواي بتساوي صفر في المعادلة دي، هيديني اكس بتساوي سالب اربعة. فالاسهل بالنسبة لي ان انا استخدم الشريحة دي واي علشان ادخل من مدخل واحد اللي هو المنحنى الاحمر واخرج من مخرج واحد اللي هو المنحنى الاسمر اللي عندي ده. المساحة بتساوي تكامل من واي بتساوي الـ A لـ واي بتساوي الـ B، اف 2 واي ناقص الـ اف 1 اوف واي دي واي. طيب المساحة بتاعتي بتبتدي منين وبتنتهي منين على محور الوايات؟ هتلاقيها بتبتدي من عند الـ y بتساوي سالب 2 لـ y بتساوي الـ 2، فهيديني الشكل ده. طبعا طول الشريحة النقطة اللي على اليمين ناقص النقطة اللي على الشمال، اللي على اليمين هي الـ y تربيع واللي على الشمال هي 2 y تربيع ناقص الأربعة. طيب طبعا احنا قلنا ناقص الاتنين واي تربيع ناقص ناقص يديني زائد الاربعة، هكامل عادي. او ممكن استخدم الفكرة بتاعت الدالة الزوجية عندي، ان لما الاقي تكامل من سالب ايه لايه لدالة زوجية ممكن اقول ان هي بتساوي 2 تكامل من الواي بتساوي صفر للواي بتساوي الاتنين، فممكن تكامل على طول مباشرة من هنا او تستخدم ايه الخاصية دي، ان انا هقول بتساوي تكامل واي تربيع بتول بسالب تولت او بتولت واي تكعيب عندي. ليه؟ لان انا قلت واي تربيع ناقص الاتنين واي تربيع هيديني سالب الواي تربيع، يبقى تكاملها بسالب تولت واي تكعيب، والاربعة تكاملها باربعة واي، وحدود التكامل من واي بتساوي صفر لواي بتساوي اتنين، عوض في الاخر هيطلع لك المساحة بتساوي 32 على 3.